إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، الساعة الآن 10:16، موعد حضراتكم مع الأمسية الدينية، أمسية الليلة، أعدها ويقدمها الزميل محمد عبد الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله يصلها نداء الحق، نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هنا من ساحة مسجد الرحمة بقرية عرب الخلوة التابعة لميت كنانة مركز طوخ بمحافظة القليوبية، حيث نعيش وإياكم هذه اللحظات الطيبة المباركة في هذا اليوم الطيب المبارك، سائلين المولى تبارك وتعالى أن يعيد علينا رمضان أعواما عديدة وأعيادا مجيدة. كل عام وأنتم بخير، ومصر الحبيبة في أمن وأمان إلى يوم الدين. إخوة الإيمان، وخير ما نستهل به هذه الأمسية الدينية القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطارقطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. وآتيناه الحكمة وعلمه.
Thank you.
ولا Oh.
وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكف ونزلناه تنزيلا. صدق الله العظيم، وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن الكريم، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من آيات الله البينات، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطارطي. وكانت خير استهلال لهذه الأمسية الدينية التي نقدمها لحضراتكم من هنا، من ساحة مسجد الرحمة بقرية عرب الخلوة التابعة لميت كنانة، مركز طوخ بمحافظة القليوبية. إخوة الإيمان، ومن روضة القرآن الكريم إلى روضة العلم والعلماء، نستمع الآن إلى هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الحكم أبو حطب، أستاذ الإعلام بجامعة طنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلاة وسلاما على أشرف الخلق وإمام المرسلين سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، ثم أما بعد. الله أكبر عدد من صام وأفطر، الله أكبر عدد من هلل وكبر، الله أكبر الذي سهل لعباده طريق العبادة ويسر، وجعل لهم عيدا يعود كل عام ويتكرر، بعد أن نقاهم من الذنوب وطهر. فسبحان من يستحق أن يحمد ويشكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق وقدر ودبر ويسر. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صاحب اللواء والكوثر، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك قام على قدمه الشريف حتى تفطر أمة الإسلام. يا من تخرجون غدا للعيد وقد لبستم الجديد وختمتم صيام الشهر الفقير، أقدم لكم التاءات الخمس لعلنا ننتفع بها، والله على ما أقول شهيد. أما التاء الأولى، تقبل الله منا ومنكم صيام رمضان وقيام ليله وقراءة القرآن، وأسأل الله عز وجل أن يجعله عيد خير على مصر والأمة الإسلامية والعربية. فها هو العيد قد أقبل، فالبسوا فيه الجديد وأظهروا الفرح والسعادة، فهي سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. كيف لا نفرح وقد يسر الله لنا صيام رمضان، ووفر لنا كماله، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وكيف لا نفرح وقد أمرنا بالصيام فصمنا، وأمرنا بالقيام فقمنا، وأمرنا بالزكاة ففعلنا، وبصلة الأرحام وصلنا. وكيف لا نفرح ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، ونحن في أيام الفطر، وفرحة عند لقاء ربه. كيف لا نفرح
ورسول الله صلى الله عليه وسلم بلغنا أن الله يقول: الصوم لي وأنا أجزي به، فهل ننتظر من الكريم إلا الكرم؟ أما التاء الثانية، تصافحوا في هذا العيد المبارك، فقد أخرج الطبراني وصححه الألباني عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم عليه وأخذ بيده فصافحه تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا. وكان صلى الله عليه وسلم إذا لقيه أحد من أصحابه فتناول يده، ناوله النبي إياها، فلم ينزع النبي يده منه حتى يكون الرجل هو الذي ينزع. فصلوات ربي وتسليماته عليك يا سيدي يا رسول الله. أما التاء الثالثة، تراحموا فيما بينكم، يعطف الكبير على الصغير ويوقر الصغير الكبير، فمن أراد أن يرحمه الله فليرحم عباد الله. تفقدوا من حولكم في هذا اليوم، تفقدوا الفقراء والمساكين والأيتام والمحتاجين والأرامل والمديونين، فتشوا عنهم، اجعلوهم سعداء بهذا العيد، احسنوا اليهم ولو بالكلمة الطيبة ولو بالابتسامة الصادقة ولو بالصدقة الخفية، فإنما يرحم الله من عباده الرحماء. اما التاء الرابعة، تسامحوا. نعم، تسامحوا فيما بينكم، فالعيد فرحة لإزالة ما في القلوب من أمراض القلوب، والله قد أمرنا بالتسامح والعفو، فقد خاطب النبي صلى الله عليه وسلم وأمته قائلا: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وأنت أخي المسلم، كنت دائما في رمضان ما تقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، طلبت العفو من الله، ألا تعفو أنت اليوم عمن ظلمك؟ ألا تريد الجائزة في هذا اليوم؟ فمن عفا وأصلح فأجره على الله. أما التاء الخامسة والأخيرة، تخلقوا في يوم عيدكم بأخلاق نبيكم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فلم يكن سبابا ولا شتاما ولا لعانا ولا فساقا. ومما أعجبني وقرأته في كتاب 100 قصة وقصة من قصص الصالحين، أن معنى ابن زائدة رضي الله عنه، وكان رجلا غنيا وعالما تقيا، قال ذات مرة وهو يقف خطيبا بين الناس، قال: أشهد الله وملائكته وأشهدكم أنني سأتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذهب إلى قصره، فجهز الحاقدون له والحاسدون لنعم الله عليه، جهزوا رجلا سفيها وأعطوه 100 جمل حتى يجعل معنى ابن زائدة الذي أقسم بالله أنه سيتخلق بأخلاق رسول الله، بأن يجعله يحنث في يمينه وأن يخرج عن شعوره ويكون سبابا ولعانا وشتاما.
ودخل السفيه على معن في قصره وقد لطخ ثوبه بالقاذورات، ولما دخل ورآه معا تبسم فقال له السفيه: أتذكر إذ كان ثوبك جلد كبش ونعلاك من جلد البعير؟ فقال: أذكر ولا أنسى، وما أنا فيه من نعيم من فضل الله، والابتسامة لم تفارق فمه. فقال السفيه: فأمر لي ابن ناقصة، ولم يقل يا ابن زائدة، فأمر لي ابن ناقصة بمال فإني عزمت على المسير. فقال له معن: كم تطلب من المال؟ قال: أطلب 1000 دينار. فنادى معن على ولده وقال: أعطه 2000. قال: يا أبتاه، يطلب 1000 فتعطيه 2000؟ قال: نعم، 1000 الأول الذي طلبه، والألف الآخر لأن الله صبرني عليه. فيا أخي المسلم، التزم يوم العيد وتخلق بأخلاق الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله في نهاية كلمتي أن يعيد علينا الأيام باليمن والخير والبركات، وأن يجعل مصر آمنة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أشكركم على حسن الاستماع، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، عشنا في رحاب العلم والعلماء مع هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الحكم أبو حطب، أستاذ الإعلام بجامعة طنطا. ونحن نواصل مع حضراتكم فقرات هذه الأمسية الدينية من هنا، من ساحة مسجد الرحمة بقرية عرب الخلوة التابعة لميت كنانة، مركز طوخ بمحافظة القليوبية. إخوة الإيمان، ما أحوجنا ونحن في هذه اللحظات الطيبة أن نرفع كف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء والابتهال مع المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع. من أين أبدأ في مديح المصطفى؟ لا الشعر يوصفه ولا الأقلام. من أين أبدأ والحديث غرام؟ فالشعر يعجز والكلام فالشعر يعجز والكلام يلام. من أين أبدأ في مديح المصطفى؟ لا الشعر يوصف ولا هو صاحب
الخلق الرفيع على المدى هو قائد للمسلمين هما محمد للعالمين إمام. ماذا نقول عن الحمير المصطفى؟ فمحمد للعالمين إمام. ماذا نقول عن الحبيب المجتبى؟ في وصفه تتحطم الأقلام. ماذا نقول عن الحبيب المصطفى؟ فمحمد للعالمين إمام. تتحطم الأقلام. صلى عليك الله، صلى عليك الله، صلى عليك الله يا خير الورى. ما دارت الأفلاك المصطفى؟ فمحمد للعالمين إمام. ماذا نقول عن الحبيب المجتبى؟ فمحمد للعالمين إمام. الحبيب فضائلا، والفتح والأحزاب والأنعام. سيدي يا رسول الله، ستظل نبراسا لكل موحد، والصمت عن سب فيه كلام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، بهذه الابتهالات والمداح النبوية التي قدمها لنا المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع من هنا من ساحة مسجد الرحمة بقرية عرب الخلوة التابعة لميت كنانة مركز طوخ بمحافظة القليوبية، نأتي بحضراتكم إلى ختام هذه الأمسية الدينية. إخوة الإيمان، وفي الختام تقبلوا أرق تحيات الزميل محمد عبد الكريم من الهندسة الإذاعية، ولكم أرق تحياتي محمد عبد الحق من أسرة المذيعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.